في إطار محاربة الجريمة الحضارية بشتى أنواعها، خاصة تلك المتعلقة بحماية المواطنين وممتلكاتهم وكذا المساس بالشعائر الدينية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سوبر بأمن ولاية تيرت من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 46 سنة عن قضية المساس بمعلوم من الدين وكذا ممارسة طقوس السحر والشعوذة وتتنيس المصحف الشريف. العملية تمت على إثر ورود معلومات إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص يستغل مسكنه العائلي لممارسة طقوس السحر والشعوذة، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا. وبناء على ذلك وبناء على إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سوقر، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين تم ضبط وحز أدوات ومستحضرات تستعمل في السحر والشعوذة والعرافة، بالإضافة إلى مصحف شريف مدنس وكذا مجموعة من الطلاسم معدة للاستعمال وكذا صور لبعض الضحايا، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الشعوذة. على إثر ذلك تم حز هذه المستلزمات وتحويل المشتبه فيه إلى أمن الدائرة من أجل مواصلة التحقيق في القضية. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه، والذي سيتم بموجبه تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سوبر. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.